فخلينا نروح نتابع طب جزء كده تقرير عن فريدة عثمان وهي بتشارك في هذه الحملة ونرجع نكمل. أكتر حاجة ممكن تخليني مرتاحة جسديا ونفسيا هي الرياضة، وعشان كده لازم كل واحد يدور على أكتر حاجة بتريحه نفسيا ويعملها. أنا بتدرب سباحة من 8 ل 9 مرات في الأسبوع مع 3 مرات في الجيم ومرتين سويت، ودي حاجة بتخليني أقدر أحافظ على صحتي وجسمي. تنظيم الوقت عامل مهم جدا في التدريب علشان تستفيد بأكبر قدر ممكن، وده بيخليني سعيدة وهادية نفسيا وواثقة من نفسي. بهتم بأكلي إنه لازم يكون متكامل وصحي، لازم ألاقي وقت لنفسي، النجاح في الرياضة مش إنك توصل رقم واحد بس، لا، النجاح هو إنك تقدر تطور من نفسك مهما كانت التحديات، وده هينعكس على حياتك بشكل عام لأنك دايما هتبقى بتحاول إنك تكون مميز.